رمضان 1996. هذا الرمضان يشهد انتصار الكمبيوتر على عقل الإنسان. ديب بلو، اللعبة المطورة من شركة IBM، تنتصر في الشطرنج على أعظم لاعب شطرنج في العالم جاري كاسباروف. كاسباروف أيضاً كاتب وناشط سياسي، ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب شطرنج على الإطلاق. الظريف أن كاسباروف اتهم IBM بالغش وطالب بإعادة المباراة في 1997 بعد ما فاز الكمبيوتر عليه فوز ساحق. رفضت شركة IBM وقررت تنهي لعبة ديب بلو. إصدار أول نسخة من لغة الجافا للبرمجيات خلال الشهر الكريم في 1996، ودي لغة برمجة شائعة الاستخدام مصممة للإنترنت، وهي لغة البرمجة الأكثر شيوعاً لتطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهي أيضاً من بين أكثر اللغات المفضلة لتطوير الأجهزة والإنترنت إلى يومنا ده. جوائز الجولدن جلوب: شارون ستون أفضل ممثلة عن فيلم كازينو، ونيكولاس كيج أفضل ممثل عن فيلم ليفينج لاس فيغاس. نجاح عملية فصل التوأم المنتصق سارة موراليس وساراهي موراليس بعد 15 يوم من ميلادهم، وتنجو سارة بحياتها. كاثرين روسكون أول أسقف امرأة في مدينة نيويورك. مغني الراب توباك شاكور يصدر ألبومه الجديد كل الأعين علي All Eyes On Me، طبعاً بعد اللي عمله في حلقة رمضان 95 لازم كل الأعين تكون عليه. الرئيس جاك شيراك يصرح فرنسا لن تختبر أسلحة نووية بعد الآن، ده طبعا بعد الاستغاثة الدولية نتيجة اختبارات فرنسية للأسلحة النووية في المحيط الهادي. وكيل أول وزارة دكتور أسامة الباز والسفراء يحضرون العرض الخاص لفيلم النوم في العسل في سينما رادي، وفي حضور عادل إمام، دلال عبد العزيز، ووحيد حامد، وشريف عرفة، وذلك قبل طرحه في 30 سينما في العيد. حكاية كبيرة من قبل ما يدخل البيت. حسام حسن: أنا جاهز للمنتخب. وإبراهيم أيضا: الأهلي يفوز على الزمالك 6-5 في أعياد الشرطة. التلفزيون وجواهر قطاع الإنتاج يقدمون فوازير زي النهاردة للفنانة نيلي. مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة دلال عبد العزيز ونجم التسعينيات الشهير أحمد عبد العزيز في دور شهريار. مسرور، أين اختفى هذا اللعين؟ مسلسل باور رينجرز، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مسلسل الحفار، يوسف شعبان وملوك زمن الشقاوة الأخوين فهمي. مسلسل الأبطال، حسين فهمي، جيهان نصر، وإيه تاني الشهير بمحي إسماعيل. وأخيرا مسلسل نصف ربيع الآخر ليحيى الفخراني وإلهام شاهين والوجه الجديد أحمد السقا. الدفاية الزيت الأصلية من أولمبيك إلكتريك، ما أحلى دفء الوطن. ماكدونالدز يقدم الوجبة المفرحة هابي ميل فقط ب 699 قرش ومشروب من اختيارك. الفرنسية ببلاش، ستروين فقط ب 38 ألف جنيه. التكنولوجيا الفرنسية تتحدث عن نفسها، فهل لديك بديل؟ السلطان كومبلكس يقدم إيهاب توفيق، حكيم، علاء عبد الخالق، شيرين وجدي، خالد عجاج فقط ب 30 جنيه شامل السحور. رمضان 96 وقائمة من المسرحيات: ليلة من ألف ليلة، يحيى الفخراني وعلي الحجار وأنغام، بهلول في اسطنبول، الجميلة والوحشين، ليلى علوي، حزمني يا دستور، يا سيادنا لأحمد بدير، بوسي وممدوح عبد العليم في مسرحية لا بلاش كده، ماجدة الخطيب وخالد النبوي وائل نور في مسرحية الجنزير، محمد منير مع سوسن بدر ومحمد عوض في مسرحية مساء الخير يا مصر، وطبعا الزعيم عادل إمام، محمد صبحي ماما أمريكا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودوس على الجرس وسيب لنا تعليق.